بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي أعزاء الصف الخامس، نستكمل معا درس المعدل وبنحل تمارين كتاب التدريبات. صفحة 148، افتح معي كتاب تدريبات صفحة 148 رقم ألف. تستطيع آلة صنع 65 سيارة لعبة في 5 ساعات. نتذكر معا في كم سيارة لعبة يمكن أن تصنعها في ساعة واحدة. نتذكر معا طريقة الحل، إن احنا هنا في 5 ساعات، نكتب 5 ساعات بتصنع إيه؟ 65 لعبة. إذن في 1 ساعة بتصنع كام سيارة؟ بنشاهد الحل معا، إن في 5 ساعات بتصنع 65 سيارة لعبة. إذا في ساعة واحدة بنصنع س مجهول سيارات اللعبة، يبقى س بتساوي، قلنا بنعمل السهم الأحمر، نضرب 65 ضرب 1 تقسيم العدد للحال وتقسيم الخمسة، يبقى هيساوي 65 تقسيم 5. بنجري عملية القسمة، 6 تقسيم 5 يعطينا 1، 1 ضرب 5 5، نطرح 6 ناقص 5 1، بننزل الخمسة، 15 تقسيم 5 يعطينا 3، 3 ضرب 5 15، نطرح 0. إذن ناتج عملية القسمة 13 سيارة. إذن في ساعة واحدة تستطيع الآلة صنع 13 سيارة لعبة، وتستطيع أن تصنع 13 سيارة لعبة في الساعة. نرجع لرقم باء. نقرأ معاً. بيتقاضى سائق سيارة أجرة 336 دينار في 7 أيام. السائق بيأخذ أجرة 336 دينار في 7 أيام. كم بيتقاضى في اليوم الواحد؟ إذن في سنكتب 7 أيام، 7 أيام بيتقاضى 336 دينار. إذن في 1 يوم بيتقاضى 336 تقسيم 7 كما سنرى الحل الآن. سبعة أيام بيتقاضى 336 دينار. إذن في يوم واحد بيتقاضى 336 تقسيم 7 هيساوي، هنقسم 3 تقسيم 7 لا يصح، إذن 33 تقسيم 7 يعطينا 4 ضرب 7 28، نطرح يعطينا 5، ننزل 6، 56 تقسيم 7 8، 8 ضرب 7 56، نطرح يعطينا 0. إذن ناتج القسمة 48 دينار. إذن في يوم واحد تقاضى السائق 48 دينار. رقم جيم، بنعود للكتاب. اقرأ معي. تستطيع هند أن تكتب 32 كلمة في الدقيقة الواحدة، كم تستطيع أن تكتب في 8 دقائق؟ إذن في دقيقة واحدة بتكتب 32 كلمة. من فهم المسألة في 8 دقائق هتكتب كم كلمة؟ إذن سنضرب 8 ضرب 32، 8 ضرب 32 يعطينا 256 كلمة، 256 كلمة.
في دقيقة واحدة بتكتب 32 كلمة، إذا في 8 دقائق ستكتب س مجهول 8 ضرب 32 يعطينا 256 كلمة. نرجع لمسائل الكتاب الصفحة التالية. نقرأ معا. رقم ألف، في أحد المطاعم الوجبات السريعة بتعد منى 48 شطيرة لحم بالجبن في 3 ساعات، يبقى بتعد 48 شطيرة لحم في 3 ساعات، يبقى سنكتب 3 ساعات وس 48 شطيرة لحم، يبقى تحت بيريد كم تعد كم شطيرة تعدها في ساعة واحدة، نكتب تحت 3 ساعات ساعة واحد ساعة سهم س مجهول كما سنرى الآن. ثلاث ساعات بتعد 48 شطيرة لحم، إذا في ساعة بتعد س مجهول من الشطائر، إذا س عدد الشطائر بيساوي 48 ضرب 1 تقسيم 3، نجري عملية القسمة كما نعلم هتساوي 16 شطيرة لحم، إذا بتعد 16 شطيرة لحم في الساعة. نعود لكتاب التدريبات مرة أخرى. رقم باء، يتسرب الماء من صنبور بمعدل 75 ملي في 5 دقائق، بهذا المعدل ما كمية الماء التي تتسرب في دقيقة واحدة؟ يبقى في 5 دقائق سنكتب 5 دقائق س بيتسرب 75 ملي، إذا في دقيقة واحدة بيتسرب س من الماء. في 5 دقائق بيتسرب 75 ملي ماء، إذا في دقيقة واحدة يتسرب س ملي ماء، س هتساوي 75 ضرب 1 تقسيم 5، يبقى هتساوي 75 تقسيم 5، 7 تقسيم 5 يعطينا 1 ضرب 5 5 ناتج الطرح 2، ننزل 5 يبقى 25 تقسيم 5 يعطينا 5، 5 ضرب 5 25 نطرح 0، إذا ناتج قسمة 75 تقسيم 5 بيساوي 15 ملي ماء، إذا يتصرف في الدقيقة الواحدة 15 ملي ماء. رقم جيم، أقرأ معا. تسعيرة الحجرة في فندق المدينة 85 دينارا في اليوم، أقام مصطفى في الفندق لمدة 7 أيام، اليوم الواحد 85 دينار، إذا في 7 أيام تكلفة إقامته قد إيش؟ مظبوط، سنضرب 7 ضرب 85، 7 ضرب 85 هيعطينا الناتج 595 دينار.
نعود إلى كتاب التدريبات رقم د. يستطيع النجار تجميع 4 مناضد أو طاولات كل ساعة. يبقى النجار بيصنع 4 طاولات في الساعة الواحدة، بيعمل 8 ساعات في اليوم. كم منضدة يستطيع تجميعها في يوم واحد؟ سنكتب أن 4 طاولات بيجمعها أو بيصنعها في الساعة. إذن في 8 ساعات، لنفكر معا، في 8 ساعات سيجمع قديش أو يصنع قديش؟ في الساعة الواحدة بيصنع 4، يبقى في 8 بيصنع 8 ضرب 4 مظبوط بيساوي 32 منضدة. بهكذا نكون أعزائي الطلاب انتهينا من حل مسائل كتاب التدريبات على درس المعدل، وشكرا لكم.